هلا بالحلوين بصيرة مز باك يا شيخ. اولا اعتذر اني قاطع 4 ايام، مدري 5 ايام، والله ما ادري كم، ولكن اسف جدا. طبعا انا حاليا نقلنا بيت جديد وكذا، مو جديد يعني، برجع لغرفتي القديمة، عشان كذا تأخرت يا عيال. غرفتي القديمة ما فيها مكيف، فكيف تبون اصور ما فيها مكيف؟ موت حر. فاللي يذكرني القديم عندي راح يتذكر مقاطع السابقة. غرفتي السوداء طبعا أنا مخليها أسود عشان الشاد وعشان الوحش. طبعا اليوم يا أخوان جاني أخوي، الله الله الله، إيش الكوالا هذا؟ وليش صابغة أبيض؟ طبعا أخوي راح يعطيني حيوان، قال لي إن أنا كريم وكذا بعطيك حيوان. فقلت وشو يا عمر، إيش الحيوان؟ فخلونا نشوف إيش الحيوان. يلا يا عمرو ان شاء الله. اوه الجاينت، ايش هذا اللي ياكل النمل، شفاط النمل، والله ديم. طيب اوكي، اها اوكي اوكي. طبعا هو يقول هدية، عاد ما ادري، بس والله صح الهدية. يلا خلنا ناخذ الحيوان هذا ونحاول اننا نسوي فيه ميجا. اوتيل. طيب طبعا انا يا عيال هو شوفوا ايش عطاني، بس يلا حيوان حلو. طبعا انا معطيها نيون سوان، ومعطيه ميجا كوالا، ومعطيه حيوانات لليل، وميجا باد دراجون يعني والله. وشوفوا ميجا روك بعد عطيتها، يعني شوف في الاخير ايش عطاني، عطاني هذه. يلا حلو، الحمد لله ما قصرت. شكرا شكرا عمرو، شكرا صراحة ما قصر، لأنه يساعدني في تربية الحيوانات ونسوي ميجا، صراحة يستاهل. أنا اللي ساعدني أساعده صراحة. وهنا بس وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى ما تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم محمد أو بصيرم، مع السلامة.